التركيز على العمل من أجل مواجهة تحديات الحياة والظروف الاجتماعية الصعبة هو ما دعا هؤلاء الشباب إلى ممارسة المهنة الصغيرة كالتجارة المتجولة، حيث يخرجون كل يوم على هذه الحالة بحثا عن الكسب والرزق وبعيدا عن عالم الدراسة والتعليم، وذلك نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة خصوصا لدى فئة الشباب الذين شقوا طريقا من أجل سد احتياجاتهم الخاصة أو إعالة أسرهم عن طريق التجارة المتجولة بهدف الاعتماد على أنفسهم. اليوم ده أنا قاعد أساوي أفوكادا، أنا بشيلي وكلام شاب ده بروبلم ده جروس ما في كان سي كده نرمي السودانيين أجي أنا ما في وكان سي كي لين نلقى جروس شهادة أنا سان ألقى يجي ده نمسني أسري اسمي في يونيفرستي ده بس كاجي. حالة اجتماعية صعبة تعيشها بعض الأسر التشادية التي تقوم فيها ربة البيت بدور معيل للأسر، مثل هذه السيدة بعات الكسافة المعروف محليا بأنغالي. أنا أمارس التجارة من أجل سد احتياجاتي بالمنزل وتوفير العيش الكريم لابني. وهناك سيدات كثر تنطبق عليهن هذه الحالة، إلا أن القناعات تختلف من شخص لآخر، فعلى المواطنين وخصوصا الشباب منهم أن يكونوا سندا لأهاليهم وأن يعتمدوا على أنفسهم، لأن الاعتماد على النفس فضيلة.